انا قايلت لك انتبهي منه. استغفر الله العظيم. ولا يهمك حبيبتي، والله ما يجي اقول خاطرك الا انا ولا تزعلي قلبي. ما هيك بس انا اوريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيض شكشوكة. كده مزعلين صحباتي اللي نزلوا الكريسماس؟ طيب هيا والله ماني مفوتتها لكم، والله لا أوريكم، والله لا أحشكم، وأكمل على الجزء الأول، ولا ما راح شاف الجزء الأول يروح يشوف الجزء الأول. خش علي يا ابني. النوع السادس، اليائسة. هذه يا حرام أنا شخصيا والله أحزن عليها، يكون عندها مرض وفرت كل الدكاترة وما نفع معها ولا حاجة. على قد ما هي تحزنك على قد ما ترفع ضغطك. هي على بالها انه المبتعثين بتاع كله يعرف كل حاجة. انت مو مبتعثة في امريكا؟ ايوه يا خالة. هيا خدي بالله يا بنتي، شوفي لي هذه الروشتة والتحاليل والاشعة حقت رجولي، والله يا بنتي الليل ما ناموا منها توجعني. بس انا تخصص تغذية. مو تتكلم انجليزي؟ الا بس ما افهم في الرجول والعظام والاربطة وكده. جربي يا بنتي، ما تدري يمكن ربي يكتب لي الشفا على يدك وتاخذي اجري. والله يا نور عيني ما افهم فيها. طب جربي كده تمسجي رجولي يمكن كده ينفع فيها شيء. صدقيني انت يبغالك فيزيكال ثيرابي مو مساج. بالله انت تفهموا في حاجة؟ بس مضيعين فلوس الحكومة وبس. بواسير، افهم في البواسير. حلفتك بالله يا بنتي. النوع السابع، حساسة الحشاشة. ايوة نعم، حساسة حشاشة، تزعل من اي حاجة، كل شيء تاخذه شخصي حتى لو بتناقش معها معلومة مفيدة. يا اختي سبحان الله، ما اعرف اتكلم مع احد الا لما اطالع في عين كده، احس المعلومة ما توصل الا عين بعين. زي والله. اجل انت كمان شخصية فيجوال، ايش قصدك؟ يعني تعتمد على عينها في تلقي المعلومات وكده. يعني ما افهم انا لو تقوليها بالعربي يعني مثلا، ولا رحتي امريكا وخلاص شفتي نفسك. أعوذ بالله، ايش التكبر هذا اللي فيكي؟ والله لا يدخر الكبر في قلبنا. ما اقول لكم حشاشة تسكر من زبيبة، سيبوكم منها بس كيف بالله بالمعلومة المفيدة. الفيجوال بيبول زيي يسووا لايك. النوع الثامن، الدق والدقيق. هذه ما هي داخل في راسها فكرة ابتعاث البنات وخروج البنت من عقر دارها. طول الليل تدق بالهرج، لكن ايش بالحكم والامثال يعني. اسمعي يا جارة. ايه يا بنتي، الله يرحم جدي، مات ما هو متغدي، كبرنا ولا قلنا نبى نتعلم ولا حاجة، دينا شوفي ما شاء الله تبارك عيالنا جابوا عيال. لكن ايش اقول، السن طاح والشيب لاح ولا راح، وناس ما رجعوا من الابتعاث. يا بنتي اهلك او تهلك، نصيحتي لو تجري قرية الوحوش غير رزقك ما تحوش. لكن باينة شكلها قيد، والله جاب الله اخذ الله عليه منه العوض. بس حسبي الله عليك، يجيبونها مكسرات يمكن تاكلها تطيح اسنانها تبلعها تفطس افتك منها. النوع التاسع، اللوامه. عرهاري عاده في الدرجه الثانيه من القرابه، وانتو خمنوا عاد، فاضيه من نوع ارسال رساله للكل، وحظك الردي رماك في القائمه هذه حقت الكل. هي ما تبغى منك جواب غير انها تحرجك وتلومك قدام الناس. بنت ليش ما تردي على رسالة الواتساب؟ كده ولا تعيدي ولا كل سنة وانتم طيبين، لا في عيد ولا في يوم جديد؟ انت ما عندك جوال؟ ايوه عندي الحمد لله، وفاتورة كمان. ورقمي السعودي مو عندك؟ يا مهبولة اجل كيف برسلك؟ طب ليش يا ام فاتورة عمرك ما دقيتي علي؟ جوال السعودي دايما انه شغال. امريكا علمتك طولة اللسان، افضحيتك. ترى انا مو فاضي ارد على صور صباح الخير اللي اصلا بترسلي لي هي في الليل. ادري انها للكل، وادري انك دوري شكل، انت اصلا حتى عيالك رساله ببلاش ما بيرسلوا لك. رب عيالك الله لا يسيئك، اسكتي. الى هنا اكون وصلت معكم لنهايه الحلقه. اذا تعرفوا ناس من هذه الفصيله اللي تحوم الكب ترسلوا لهم هذا المقطع، بدي ارسلوا اوه سوري بالغلط معلش سامحيني. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسوا تسووا لايك وتشاركوا في القناه وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بالحلقات الجايه. شاركوا الحلقه مع اصحابكم المبتعثين، اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.